طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، تحية طيبة مباركة إنما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. أحييكم أنا مختار الفقيه، وأسلط الضوء اليوم على أكذوبة النصف راتب التي كذبت فيها الميليشيات الحوثية على موظفي الدولة لفترة طويلة، ثم خرجت مؤخرا لتعلن توقفها بعد أن مشطت جماعة الحوثي خزانات الدولة وأفرغتها تماما إلى جيوب مسؤوليها وخزانتها الخاصة. خرج المشاط ليعلن للموظفين عن عجزه التام لدفع نصف مرتب كان يصلهم كل 5 أشهر أو 8 أشهر. بعد كل تلك الأموال التي ابتلعوها عجزوا عن دفع أموال بسيطة من مستحقات موظفي الدولة رغم الجمارك والضرائب والنهب والسلب والأموال الكثيرة التي تصرف على الفعاليات المزعومة المسيسة والتي تخدم سيدهم. فهل عجزت فعلا الميليشيات الحوثية عن دفع نصف الراتب الذي كانت تعد به الموظفين لشهور طويلة، أم أنها جشعت وبخلت به عن موظفي الدولة، أم هو حرب حقيقية وممنهجة ضد الموظفين في السلك الخاص والعام من قطاع الدولة وعمليات إحلال واحتلال للوظيفة العامة وللموظفين؟ هذا الموضوع مشاهدين الكرام أناقشه وأسلط الضوء عليه باستفاضة مع ضيفي عبر الأقمار الصناعية من تعز، الأستاذ الدكتور عبد الوهاب العوج الأكاديمي والمحلل السياسي والمسؤول الأكاديمي لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز. أستاذ الدكتور عبد الوهاب، أهلا وسهلا بك وطابت أوقاتك بكل خير. سعيدين أنك معنا بروفيسور، وقبل أن نبدأ معك وأيضا تحل هذه الإشكالية البسيطة، سنتابع أولا هذا التقرير الذي أعده الزميل فؤاد فارس. في تأكيد جديد على كون الميليشيا مشروع موت وتجويع وإذلال، خرج ما يسمى رئيس المجلس السياسي لدى ميليشيا الحوثي مهدي المشاط ليعلن للموظفين أنهم لم يعودوا قادرين على صرف نصف الراتب، ومع أن الإعلان جاء مضحكا حد البكاء بأكثر من طريقة، فإن الأكثر إيلاما تمثل في حديث الميليشيا عن المعدوم بصفة الموجود، فالموظف الذي فقد راتبه الشهري وعدته الميليشيا بنصف راتب في الشهر ثم كل شهرين ثم مرتين في السنة، وفي جميع الحالات ذوى أطفال الموظفين جوعا في انتظار راتب لم يصل، وواصلت أرصدة المشرفين الصعود. الميليشيا كعادتها كانت جاهزة بكذبة أخرى من كذباتها التي لا تنتهي، معلنة العجز عن تسليم الرواتب ومتحججة بظروف العدوان وكورونا. ردود فندها اقتصاديون بلغة الأرقام، ومع التذكير على أن الحديث يجري حول ميليشيا لا دولة، جاء الإيضاح أن ما تنهبه الميليشيا كاف لدفع رواتب جميع الموظفين في مناطق سيطرتها كاملة كل شهر وبانتظام على مدار العام. وفيما تحدث البعض عن تريليوني دولار إيرادات تصب في خزينة الميليشيا، أشار آخرون لمقدار النهب الذي تمارسه الميليشيا في جبايتها التي شملت مجالات الحياة كافة، ليتساءل فريق ثالث عن مدى التبجح الميليشاوي الذي يتفاخر بجمعه ملايين الدولارات لحزب الله وينفق المليارات التي ينهبها لإذكاء الحرب التي تمنح الشعب الموت، ثم يزعم أنه لا توجد أموال للرواتب التي تمثل شريان الحياة. كذبة لا تبدو الأولى ولن تكون الأخيرة، فحين ناهبت الميليشيا رسوم المشتقات من حساب البنك في الحديدة وكانت مخصصة لرواتب الموظفين، زعمت أنها ستمنح الموظفين نصف راتب،
لتخرج بعد ذلك في يوليو الماضي لتغطي على نهبها زاعمة أنها تتعرض لضغوط تمنعها من صرف نصف راتب، وهو زعم ردت عليه الحكومة حينها بلسان وزير الإعلام عبر القول إنما تروج له الميليشيا عن ضغوط دولية لمنعها من صرف نصف راتب كل نصف عام، وقاحة واستخفاف بعقول اليمنيين، ليتساءل اليمنيون يومها واليوم ما الذي يطيل أمد كابوس الوقاحة والاستخفاف والإجرام إذن؟ وفي التساؤل نصف الجواب. شكرا للزميل فهد فارس على هذا التقرير، وجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام وبضيفي عبر الأقمار الصناعية من تعز البروفيسور عبد الوهاب العوج الأكاديمي والمحلل السياسي والمسؤول الأكاديمي لنقابة أعضاء هيئة التدريس بمحافظة تعز. مرحبا مرة أخرى دكتور عبد الوهاب، بعد أن مشطت عيدها ميليشيات الحوثي خزائن الدولة إلى جيوبها الخاصة، خرج المشاط ليقول لموظفي الدولة أنه عاجز عن دفع نصف الراتب الذي كان يكذب به عليهم طوال السنوات الماضية. ماذا تقرأ من وراء هذه الوعود الكاذبة وهذا الاعتذار المزيف أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي أستاذ مختار، الإشكالية أن الحوثي لم يعد يعني يأبه بشيء، يعني حتى استخفافه بموظفي الدولة وخاصة في القطاعات الخدمية التي لا تملك أي موارد، ولا تستطيع أن نقول بعض الجهات الحكومية التي تشغل نفسها بالطريقة الإمامية القديمة بالرشوة اليومية وكذا، لكن قطاعات كثيرة القطاعات الخدمية هي تعتمد على الراتب بشكل أساسي، وكنا نستغرب أن يتم يعني وعد الناس بنصف راتب وكأنه يعني منحة من الحركة الحوثية للموظفين، رغم أن هذا يعتبر مخالفة للقوانين والحقوق الإنسان في حقه في حصوله على أجره الشهري أو راتبه الشهري الذي يقوم حياته اليومية. إشكالية أن الموظفي الدولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي قد رضخوا للأمر نتيجة القمع والإرهاب المتكرر واعتقال الناس بسبب وبدون سبب. ادعاءات الحوثي بأنه لا يستطيع أن يسدد هذه الرواتب هي طبعا تدل على مدى استخفافه بالجميع، فإيرادات الدولة في المناطق المسيطر عليها انقلابيا هي مبالغ ضخمة جدا تكفي لسد الرواتب وتضفيض عن ذلك، وآخر مبالغ تم سحبها هي المبالغ التي كانت موجودة في البنك المركزي في الحديدة بعد أن كان هناك اتفاق مع مبعوث الأمم المتحدة جريفيث أنه سيخصص عوائد ميناء الحديدة ومشتقات النفطية من ضرائب ورسوم إلى هذا الجانب أو إلى هذا البند اللي هو الباب الأول اللي هو رواتب، لكن نجد أن الحوثي لم يعد يعني يأبه لا للأمم المتحدة ولا للمواطن ولا حتى خائف من أي نقمة شعبية أو من انتفاضة شعبية بسبب قطعه للرواتب. هناك قطاع واسع من المدرسين والأكاديميين يعانون معاناة كبيرة يعني عظيمة، تخيل أنك أنت يعني لا يوجد لديك أي مصدر سوى راتبك، ثم يقطع هذا الراتب، ثم يوعد بأنه بعد كم شهر سيعطى نصف راتب، وتمر الأيام وفي الأخير لا تحصل على هذا النصف الذي وعدوك به. نجد أن الحركة الحوثية لم تعد تخشى لا ممثلي الأمم المتحدة ولا لمنظمات دولية ولا لحقوق إنسان ولا حتى تخاف من الشارع اليمني أن ينقلب عليها، لأنها يعني ماسك البلد بالحديد والنار، وأي إنسان يتحدث عن الراتب يتم اعتقاله. وأضرب لك مثل، يعني مدير عام في محافظة الحديدة اعترض على حضوره اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحجة أنه لا يوجد لدي راتب للموظفين وأنا أستحي من الموظفين بدون راتب، فتهاجم منزله فجرا مجموعة من الميليشيات الحوثية وتعتقله إلى مكان مجهول، وعندما تسأل أسرته عن هذا المدير العام الذي ينتمي إلى التيار الناصري لا يجدون جوابا أين هو الآن. فنجد أن الحركة الحوثية تستخف بالناس جميعا وعندها من الموارد الضخمة، عندها الموارد الجمركية التي ضاعفتها مرات عديدة، وعندك أنت الآن المواطن اليمني يعاني من تعدد الجمارك، من تعدد الضرائب، تجد أن الضرائب تضاعفت بشكل كبير جدا، أدخلوا ضرائب غير موجودة في القانون اليمني،
مثل ضريبة جديدة استحدثوها للقطاع الطبي والصحي باسم ضريبة مزاولة المهنة، وكل القطاعات الخاصة من مستشفيات وجامعات خاصة ومدارس خاصة ومحلات يعني أو نقول عليها البقالات، مراكز البيع بالجملة والمفرد، أرهقت بالضرائب وبالأتاوات التي بالأخير ستكون على كاهل المواطن المسكين. نعم. فما بالك بهذه الشريحة التي تعتمد على الراتب. نعم تفضل أستاذ مختار. نعم دكتور، يعني نسمعك وأيضا نستمع لحديثك وأنت تفصل في هذه الجرائم المركبة لهذه الميليشيات الحوثية، لكن أشرت بأن يعني الامتناع هذا ليس عجزا، هل يمكن أن يوضع في دائرة الجشع مثلا؟ هو ليس عجزا، لديهم موارد ضخمة جدا يا أستاذ مختار. طيب أين تضع؟ لو حسب في موارد الاتصالات والمواصلات والإنترنت، أنا أقول أن المبالغ التي تحصل عليها الحركة الحوثية مبالغ ضخمة جدا، بل ضاعفت الموارد الدولة من كل الاتجاهات، لكنها تستخدمها لهدف واحد أساسي وهي دعم مقاتليها وعناصرها واستمالة العناصر الأخرى من المستقلين وغيرهم لكي يكونوا ضمن هذه الحركة الحوثية، تجريف المجتمع، تغيير الفكر داخل اليمن، إقامة ندوات وفعاليات وأعمال لا تقوم بها حتى الدول الغنية ببذخ شديد جدا، بدلات سفر لمسؤولينها وللمرتبطين بها، مشرفين الحوثي موجودين في كل القطاعات على مستوى المديريات، أوجدوا وظائف جديدة لم تكن الدولة بحاجة إليها ويصرفون عليها. لكن القطاعات الأهمية بروفيسور كالصحة، التعليم، الجامعات، هذه نقطة في غاية الأهمية. نعم. يعني نعم، هل هي سياسة حل وإحلال؟ لابد أن يفهم الموظفون أيضا هذه النقطة، لأننا أمام قطاع واسع من الموظفين سواء في التربية أو غيرها خلال 5 سنوات أو 6 سنوات، وكأنه تم حل هؤلاء الموظفين من خلال قطع مرتباتهم واستبدالهم بموظفين آخرين قريبين منهم، هل هي سياسة حل وإحلال؟ هي طبعا بهذا الاتجاه، يعني أنت تجد مثلا هم مركزين على قطاع التعليم بمختلف يعني أنواعه، التعليم العام، التعليم الفني، التعليم الجامعي أو العالي، تجد أنهم يعني بدأوا بالتركيز على الأكاديميين بصفة رئيسية في بادئ الأمر، وتم يعني فصل عدد كبير من الأكاديميين بسبب انقطاعهم وعدم تواجدهم وعدم حضورهم. البعض طبعا هرب بنفسه خوفا من إجراءات التي تستخدم أو الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، والبعض يعني تعرف قصة الدكتور الشرقيوي الذي مات قبل فترة قريبة، الذي اعتقل بسبب مقال كتبه في الفيسبوك عن الرواتب، فتم اعتقاله أستاذ دكتور ورجل كبير في السن، خرج من المعتقل الحوثي إلى القبر يعني أيام قليلة. فنجد أنهم يعني جرفوا كل شيء ومركزين على التعليم بصفة أساسية بكل أنواعه، وإبدالهم بعناصر غير كفوءة وغير يعني ليست بالمستوى الأكاديمي أو التعليمي أو كذا، لكنها ترتبط بالحركة الحوثية عقائديا، والناس على دين ملوكها، يعني كثير من الناس بدل جلده وأصبح حوثيا ولو تحوث حتى لم يكن مقتنعا بالحوثية كحركة. الشعب اليمني يرفض الحركة الحوثية بمفهومها الجارودي، ويعني حتى المناطق التي كانت تسمى بالزيدية هي زيدية معتدلة قريبة إلى فكر الناس جميعا، وقد كانت تنتهي تلك المقولات، يعني الناس بدؤوا يعني يعيشوا في سلام وآم بعد ثورة 62 وبعد المصالحة في 67. لكن ما نشاهده اليوم من تجريف للحياة العامة ومن محاولة استبدال الناس في كل مرافق الدولة، ناهيك عن المواقع القيادية، أضرب لك مثل، يعني كان معنا زميل من الزملاء مبتعث جامعة تعز في ماليزيا لدراسة الإدارة، قبل أن يأتي إلى اليمن تم تعيينه نائب وزير، وكأن البلد خلت من الناس لأنه من الأسرة الهاشمية. هذا التجريف وهذا الاستهداف للكوادر وإزالة كل مقومات الدولة، لم يكتفوا بالمؤسسة العسكرية والأمنية التي كنا نقول يعني خوفا على بقائهم ليجرفوا فيها ويعيدوا تغييرها وتبديلها واستبدال كل قادتها، وكثير من الضباط في البيوت الآن، والذي هرب هرب والذي بقى بقى، ولم يبقى إلا فئة بسيطة من الضباط الذين مرتبطين بهم، توزيع الرتب بدون لا رقيب ولا عتيد، يعني جندي أو مقاتل في الحركة الحوثية يحمل رتبة عقيد أو عميد أو لواء أو كذا، يعني استهتار بكل شيء.
تلاحظ يا أخي حتى الذين يوافقون عليهم أو يماشوهم. شوف مثلا عندك الأستاذ عبدو بشر عضو مجلس النواب الذي كان عين كعضو في رئاسة مجلس النواب، تم تهديده وتخويفه حتى قدم استقالته من رئاسة من عضوية رئاسة مجلس النواب وحتى من المجلس. وهناك مثلا أحمد سيف حاشد وغيره وغيره، الأمثلة كثيرة على تجريف لمؤسسات الدولة، التركيز على القطاعات التعليمية بشكل أساسي. نعم. هناك لدينا زملاء يعانون معاناة شديدة، باعوا ذهب نساءهم، يعني لم يبقى معهم شيء لكي يستمروا في الحياة، يعني الوضع مأساوي وكارثي. والأمم المتحدة والممثل للأمين العام يعني مجرد يعني زيارات مكوكية ولقاءات مع الحركة الحوثية لا يتحدثون عنها. أريد هنا أشير يعني لنقطة مهمة جدا، أنه اليمن تعرضت للانهيار كبير في قيمة العملة اليمنية، وهذا أدى إلى يعني مضاعفة المعاناة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني في كل مكان، وإن كانت في المناطق الحوثية شديدة. نعم. انهيار قيمة العملة بشكل بمتوالية عددية أدى إلى مضاعفة المشكلة. إذا كان السلعة التي كان يشتريها عضو هيئة التدريس أو المعلم أو المدرس أو العامل في القطاع الصحي بمبلغ معين، الآن تضاعفت أسعارها أضعاف مضاعفة نتيجة عدة أسباب: تعدد الجمارك المفروضة على الشعب اليمني، زيادة الضرائب بشكل مهول جدا، الإتاوات من كل نوع، كلها تصب في رفع قيمة السلعة. انقطاع المشتقات النفطية وتحويلهم النفط والغاز إلى سوق سوداء يمدهم بأموال ضخمة تدخل في خزينة الميليشيا الحوثية ويستخدموها لاستمرارهم بالحرب. وهذه من النقاط التي يعاب على الشرعين التي تجد لها حلا، ولم تستطع نقلها للبنك المركزي إلى عدن لم يجدي نفعا. نعم. بل أن عملتنا التي أصدرتها الشرعية قيمتها السوقية أضعف من قيمة العملة القديمة، وهذا أوجد نظامين ماليين في المناطق الشرعية ومناطق الحوثيين. المعاناة متعددة، ولو أقعد يعني أتكلم بالساعات لن تنتهي. عندنا زملاء في جامعة تعز يعودون للتدريس بعد أن حصلوا على الدكتوراه وراتبهم 40,000 لم يتغير، وبسبب أنه نحن يعتمدون على كشوفات 2014. نحن كنقابيين نعاني معاناة شديدة من كثر ما نلاحظ المآسي الإنسانية سواء في تعز أو في جامعة إب أو في جامعة صنعاء. سأتي إلى النقابة، سأتي للنقابة والنقابيين ودوركم ودورها. دعني يعني أشير أيضا إلى النقطة المتعلقة بالموضوع، وهي أكذوبة النصف الراتب التي استخدمته الميليشيات الحوثية أشبه بالمخدر خلال السنوات الماضية. هل انتهى مفعولها الآن ولماذا؟ الله يا أخي أستاذ مختار، أعتقد أن الأكاديميين والمعلمين وأساتذة المدارس والجامعات التعليم العام والتعليم الفني والتعليم الجامعي والعالي قد فهموا هذه اللعبة منذ الشهور الأولى، لكن مكره أخاك لا بطل. الناس واقعين تحت الحديد والنار، إذا تحدث الشخص في الجامعة أو في المدرسة عن موضوع الراتب سيعتقل من بيته وسيذهب في غياهيب السجون، بل تبحث أسرته عنه حتى يعطى كجثة مشلولة أو كإنسان فاقد للوعي أو فاقد للحديث، فقد حاسة النطق، حاسة الكلام، حاسة يعني أصبح الوضع مأساوي. الناس تخاف على نفسه، فعاشوا بأقل القليل. الآن لو تشوف المعاناة الإنسانية، الناس باعت كل ما لديها من مدخرات، لم تعد لديها ما يقيم أودها. المنظمات الإنسانية التي تتلاعب بهذا الموضوع حول الجوع اليمنيين ضاعفت المشكلة، وأحيانا تمدهم بنوع من المريض الذي يشارف على الموت بقطرات. الحركة الحوثية حينما تقول نصف راتب يعني تضحك على الناس وعلى الشعب وعلى المواطنين، وتدعي بأن هناك غزو أمريكي صهيوني سعودي إمبريالي بيزنطي هو سبب المشكلة، والمشكلة هم حركة الحوثية بكوادرها. الواحد يخزن ب10,000 ريال، المقاتلين العاديين يخزنوا ب3,000-4,000 ريال باليوم، لهم صرف يومي، لديهم من المبالغ الضخمة التي جرفوا فيها البنوك، حتى الصناديق، صناديق التقاعد، التأمينات، الصناديق والمبالغ التي كانت مرصودة في المحاكم في كل مكان أخذت إلى صنعاء وحولت إلى الحركة الحوثية التي تستمد منها يعني قوتها وعتادها وعدتها للمواصلة الحرب. بالطرف الآخر يجب أن نذكر أن الشرعية ضعيفة، أداءها ضعيف، نقلها للبنك المركزي إلى عدن لم يجدي نفعا. إذا كان يعني هناك من مناشدة، أنا أناشد الحكومة الشرعية أن تعمل معالجة لقطاعات معينة، القطاعات الخدمية، قطاع التعليم،
قطاع التعليم العالي، القضاء، بعض الجهات التي تستوجب أن تتدخل الحكومة، وقد كانت لفترة من الزمن ترسل بمرتبات للمناطق المسيطر عليها من الحوثي، وهي مناطق الكثافة السكانية. يعني حينما أسمع شخص يتكلم عن أن هناك 70% من اليمن محرر، لكن نسى أن يقول أن هناك 70% من الشعب اليمني رازح تحت احتلال الحوثي الميليشيات الكهنوتي، وهؤلاء هم الكثافة السكانية الأكبر في اليمن الممتدة من صعدة حتى عدن، اللي سلسلة الجبال الوسطى من اليمن. هذه الكثافة السكانية هي التي تعاني في كل مناحي الحياة، والحوثي يمني الموظف اليمني بنصف راتب كل 6 أشهر أو 8 أشهر، والآن أعلن المشاط أنه تنصل من ذلك رغم امتلاكهم للأموال التي تكفي لسد هذا الجانب وإنفاق على الباب الأول اللي هو باب المرتبات. نعم. طيب دكتور عبد الوهاب بروفيسور، فيما يتعلق ب يعني المطلوب او الحل الجذري لهذه المشكله هي المعركه العسكريه الحقيقيه لتحسم الامر مع هذه الميليشيات، وايضا تفعيل الجانب الحكومي لكي يكون معالجا قدر الاستطاعه لمثل هذا الاختلال، هذا متفق عليه، لكن ايضا الا ترى بأن هناك مسؤولية مناطة على النقابات سواء في مجال التعليم أو الصحة أو القضاء أو غيرها ممن تضررت من هذه السلوكيات، وإذا كانت عملية التحركات العلنية ربما تعرض أو الخروج إلى الشارع ربما يعرض البعض للخطر، فهناك وسائل أخرى سواء إعلامية أو غيرها منظمة أكثر تنظيما يمكن العمل عليها، ويمثل أيضا يعني مطالبة بالحق وضغط على هذه الميليشيات وفضحها أيضا. ما رأيك؟ ما الذي يمكن عمله؟ هو كلامك صحيح أنه النقابات يعني عليها يعني واجب ومسؤولية كبيرة جدا. النقابات للأسف الشديد أنها يعني تخلخلت في فترة الحرب هذه، لكن رغم ذلك أقول لك أن يعني النقابات بمختلف أنواعها حاولت وتحاول أن تدافع عن أعضائها بالطريقة التي يروها البعض. مثلا في بعض النقابات أنا أعرفهم مثلا في المناطق التي مسيطر على الحوثي يحاولون أن يتصالحوا أو يتوافقوا مع الحركة الحوثية قيادة، لأنهم سيقرفون، ستجرى انتخابات غصبا عنهم وسيؤتي ناس آخرين موالين للحركة الحوثية. ومثلا على سبيل المثال نقابتنا في الجامعات اليمنية، نقابتنا تعاني حتى في المناطق الشرعية. يعني احنا لسنا نعاني فقط في المناطق التي يعني يسيطر على الحوثي، ولكن حتى في المناطق الشرعية هناك يعني في إغفال للنقابات، عدم استجابة لمطالبها. مثلا احنا في نقابة جامعة تعز مثلا حاولنا مرات كثيرة أن يتم زملائنا الذين عادوا بالدكتوراة ورجعوا لهذه الأوضاع الصعبة جدا ليدرسوا أن يسووا أوضاعهم. بعضهم لو سنتين يدرس ب40 و50 ألف وراتبهم مفترض أن يكون 250 ألف، رغم أنه هذا المبلغ قد يعني القيمة الشرائية لهذا المبلغ يعني قد قلت لك تساقطت وتنازلت بمتوالية عددية نتيجة انهيار قيمة العملة. لكن النقابات أقول على أن النقابات عليها واجب كبير، الشعب اليمني كل متعلم عليه واجب كبير أن لا يسكت عن ما يحدث الآن في المناطق المسلمة. كيف يسكت المواطن عن حقه بالأخير؟ يعني هناك طرق كثيرة لمقاومة هذه فعلا هذه الطرق دعنا نشير إليها، لأنه نعم بالأخير نعم تحدث أنواع من المقاومة المجتمعية في يعني بعض البلدان حيث تكون الدكتاتورية والقبضة الأمنية في أشد يعني حالاتها، وبالتالي كيف يمكن، ما هي الأفكار التي يمكن أن يتحرك المواطن ليطالب بحقه ولا يضر نفسه في ذات الوقت؟ هو طبعا اعتقد انه افضل طريقه يعني هي زي ما قلت انت العمل المتخفي، استخدام وسائل الاتصالات والكثيره، الاتصال بالمنظمات الدوليه والمحليه من منظمات دوليه عامله في اليمن، شرح الحال بشكل واقعي لا نبالغ. يعني هو الحال يعني حال مأساوي شديد الوطء على المواطن اليمني سواء كان موظف في الحكومه او غير موظف، الكل يعاني، لكن الموظفي الدوله هم الفئة الأولى التي يعني استهدفت من قبل الحركة الحوثية، وخاصة في القطاعات التعليمية والتنويرية، لأنهم يعني يريدون من خلال هذا القطاع أن يغيروا عقائد وأفكار الناس والعودة باليمن إلى ما قبل ثورة 62. الإشكالية أن هناك التزامات وقواعد للعمل لدى
الدولة الشرعية لا تقوم بها، لا تساعد هذه النقابات. يعني مثلا احنا لما نحاول، كان معنا اتحاد لنقابات الجامعات اليمنية، حاولنا نلتقي برئيس الوزراء اكثر من مرة، سواء بن دغر او الدكتور معين، والدكتور معين زميل عضو التدريس كان في جامعة دمار، لا نستطيع ان نلتقي بهم. والان لنا اكثر من عام او يريف منذ الانقلاب الانتقالي لا نستطيع ان نمارس دورنا النقابي. النقابات معطلة بطريقة او باخرى. رغم ذلك اقول لك الشارع اليمني سواء كان موظفا حكوميا او غيره قد استطاع خلال هذه السنوات أن يميط اللثام عن كل ادعاءات الحوثي بأنهم حركة جاءت لتناصر المظلوم ولتعيد الحقوق ولتصلح أوضاع الناس، تقضي على الفاسدين ومراكز القوى. اتضح أنهم أكبر مراكز قوى وأكبر فاسدين، وأنهم جرفوا الحياة اليمنية وأضاعوا الاقتصاد وأضاعوا البلد بدخولهم بهذا الانقلاب المأساوي. وأن الكل الآن مجمع على أن الحركة الحوثية حركة عنصرية مغيتة تعيد الناس إلى ما قبل، يعني ما قبل التاريخ، إلى عصر الكهوف. لكن الشعب يعني صبور وكل يخاف على نفسه. لو أنت تتلمس، يعني أنا كنت في إيب وفي صنعاء وفي مناطق كثيرة من قريب، يعني وتلمس أنه الكل قد يعني نفض يده عن الحركة الحوثية. ما عاد باقي معهم إلا الناس المتمصلحين من بعض بقايا الأحزاب أو ما يسمى بتحالفهم الوطني الكاذب، والناس الذين ارتبطوا بالسلطة سواء كانت سلطة المؤتمر ولا سلطة الحوثي، ولو جاءت سلطة جديدة مستعدين يقدموا الولاء والطاعة. فنقول أن هناك يعني أنتم كقناة وغيرها من المنابر الإعلامية يحتاج إلى أنه نفرد لها يعني حلقات مختلفة حتى تبين رأي الشعب الحقيقي. يعني الشعب لم يعد يعني مقتنعا بالحركة الحوثية، يحاول بقدر ما يستطيع، لكن القمع والإرهاب شديد الوطأة لدرجة أن الناس أصبحت يعني في عهد الجستابو الجديد لا يستطيع أن يحدد صديقه أو زميله بما يعتمل في صدره. يعني ولهذا أقول أنه يعني يمكن الشرعية لو تقوم بإجراءات سليمة على أرض الواقع وتحقق مناطق آمنة ومستقرة وتكون فيها الخدمات وتقضي على الانفلات الأمني في بعض المدن التي تسيطر عليها الدولة الشرعية، نعم، لكان خير مثال وخير دليل، صحيح، للحركة الحوثية بأننا متجهين نحو إعادة بناء اليمن واستعادة الدولة. كنا دائما عندما نتحدث عن الراتب، نعم، وما زلنا ونطالب أيضا الميليشيات التي تنحب وتسيطر على ثروات البلد في أماكن سيطرتها أن تدفع مرتبات الموظفين الموجودين تحت سلطتها، وكنا أيضا نشرك في هذا الخطاب وما زلنا الحكومة الشرعية بحكم أنها المسؤولة عن هذا البلد. لكن بعد ما حدث في عدن من انقلاب وطرد للحكومة وإدارة يعني للبنك المركزي تحت ضغط البندقية وضعف تحصيل الأموال، أصبح الأمر قبل أن نتحدث عن دفع المرتبات نطالب بعودة الحكومة وفاعليتها في عدن وحل هذه الإشكالات. وبالتالي المطلوب الآن أصبح أكثر تعقيدا، والميليشيات الحوثية يعني مطلوب منها أن بحكم الأمر الواقع الذي فرضت أن تلتزم للموظفين بمرتباتهم. هذا صحيح يا أستاذ مختار، الحركة الحوثية يجب أن يكون عليها التزام إنساني وحقوقي. يعني حق الموظف للحصول على الراتب هذا حق يعني مقدس لدى كل الشرع وكل الحكومات في كل العالم، حتى في الأنظمة الدكتاتورية العفنة يكفل للموظف أن يحصل على راتبه. حق العيش يا أخي، أنت الآن تقطع عن المواطن وعن الموظف لقمة العيش، أنت يعني الآن توصله إلى المجاعة. إلى حتى ليش الآن تصنف اليمن من أنها أكثر الدول تضررا وأكثر الدول مجاعة؟ هذه تقارير الأمم المتحدة. يعني لما تقرأ تقارير لبعض المنظمات وبعض الجهات الحكومية البنك الدولي وغيره تأسى وتتألم يعني القلب، يعني يد ما قبل العين. لكن أمام هذا كله نجد أن الحكومة الشرعية تصرف مرتبات بآلاف الدولارات للموظفين موجودين خارج اليمن من وكيل مساعد فما فوق. هؤلاء لو يعودوا حتى لمارب أو لحضرموت أو للسيئون أو يمارسوا أعمالهم من هناك لكان أفضل لهم. الحكومة الشرعية ضعيفة في أدائها. الدكتور معين مفترض ينتقل هو كادر وطاقم من وكيل وزارة من وكيل مساعد
إلى وزير، يلقاه إلى سيئون، إلى المهرة، إلى أي مكان في المناطق المحررة، ويمارسوا سلطاتهم من هناك. الادعاء بأن الانتقال يسيطر، ويسيطر على عدن لا أكثر ولا أقل. يعني هناك مخارج كثيرة، لكن أنا حينما أفكر لا أجد مبررا لهذه الحكومة الشرعية، بل أعطت للحوثي أوراق عمل وأهداف، يعني أو نقول يعني ما أقول، أعطوهم أشياء ما كانوا يحلموا به، من خلال ضعفهم، من خلال تهاونهم، من خلال يعني كثير من النقاط اللي كان ممكن يتقدموا على الحوثي فيها، بل بالعكس تركوا الساحة لهم فاضية. يا أخي الاتصالات والمواصلات والإنترنت لم ينقلوه، والآن موارده ضخمة جدا بالتريليونات تدخل الحركة الحوثية. يعني كم يا قطاعات تركتها الحكومة الشرعية لا أفهم أسبابها، لا أجد لها مبررا. يعني إحنا بحاجة إلى إعادة صياغة ومكاشفة حتى تخرج هذا البلد من الانقلاب العظيم الذي حدث، وتجريف الدولة وتجريف المجتمع، وإعادتنا لما قبل 62، بل يمكن لا قبل 1919 بعد أن خرج العثمانيين من اليمن. يعني إحنا في وضع كارثي لا نحمد عليه، والناس تغطي على الأوضاع، والأوضاع سيئة في كل مكان، باستثناء أن المناطق المسيطرة على الحركة الحوثية مناطق تدار بالحديد والنار، والناس تموت جوعا، ولا أحد يتحدث عن الناس، ولا عن الموظفين، لا عن المعلم، ولا عن عضو هيئة التدريس في الجامعة، ولا عن ذاك الصحي أو الممرض. بقت قطاعات بسيطة تشتغل في المناطق الحوثية، هي المناطق المؤسسات الإيرادية الذي يعطوا فتات ما يستحصلون عليه من المواطن كجبايات وإتاوات، لم تعد ضرائب ولا جمارك ولا واجبات، بل أضعاف أضعاف هذا بمسميات كثيرة، مرة بمسمى المولد النبوي، مرة بمسمى دعم المجاهدين والمحاربين، مرة دعم الجبهات، مرة أسماء كثيرة. والحركة الحوثية حركة يعني استلهمت من حزب الله، كل يوم كل أسبوع معاهم مناسبة يجمعوا الناس حولها ويصرفوا مبالغ ويجيشوا الناس ويحولوا عقائد الناس نحو الحركة الحوثية الجارودية. بروفيسور عملية أصبحت صعبة حتى حينما نقول كنقابيين ونلزمهم. معذرة على المقاطعة، انتهى بنا الوقت في النصف الأول من حلقة هذه الليلة. البروفيسور عبد الوهاب العوجي الأكاديمي والمحلل السياسي والمسؤول الأكاديمي لنقابة أعضاء هيئة التدريس بمحافظة تعز كنت معنا من تعز، أشكرك جزيل الشكر دكتور. مشاهدينا سنخرج إلى فاصل قصير، نعود ونكمل حوارنا حول النصف الراتب والأكذوبة والتخدير الذي مارسته الميليشيات الحوثية في حق موظفي الدولة لسنوات، ثم أعلنت عجزها كذبا وزورا عن دفعه. فاصل ثم نعود. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير عدنا لنكمل حلقتنا وحوارنا حول كذبة النصف الراتب الذي ظلت الميليشيات الحوثية تخدع به موظفي الدولة لست سنوات تقريبا، وأعلنت مؤخرا عجزها عن دفع هذا المبلغ. سأستكمل هذا الموضوع مع مسؤول شؤون المعلمين في نقابة المعلمين اليمنيين الأستاذ فؤاد باربود. أستاذ فؤاد أهلا وسهلا بك. حياكم الله أخي مختار، أهلا وسهلا بك وبشاهدينك الكرام. تحية طيبة لك أستاذ فؤاد. يعني ست سنوات والميليشيات الحوثية تكذب على موظفي الدولة بنصف راتب وتمنيهم وتخدرهم بهذا شهرا بعد شهر وفترة بعد فترة، والآن ظهرت لتقول بكل بجاحة أنها عاجزة حتى عن دفع هذا الفتات، ما الذي تقرأه؟ لا نستغرب من ممارسات الحوثي مثل هذه التصرفات اللا مسؤولة، ومعروف في العالم كله أن أي سلطة أمر واقع يفترض أنها تتحمل مسؤولياتها تجاه من تحكمهم، بغض النظر كانت هذه السلطة شرعية أو غير شرعية، لكنها تتحمل مسؤوليتها أمام هؤلاء الناس الذين يقعون تحت سيطرتها، سواء كانوا مسلمين، يهود، نصارى، غير ذلك. فناهيك عن أبناء جلدتنا من يدعون بأنهم يمنيين ومن يدعون بأنهم مسلمين يجوعون الناس الذين تحت سيطرتهم، غير التجويع أيضا تقييد الحريات وغيرها من ذلك. فلدينا أكثر من 160 ألف معلم تحت سيطرة الحوثي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي. يعني تخيل هذا العدد الكبير، كم أسرة، كم طفل، كم نساء، كم أطفال
سيتشردون وسيتأذون من هذا الواقع المرير. حقيقة تصرفات غير مسؤولة نعتبرها نحن في نقابة المعلمين، ونناشد المنظمات الدولية ونناشد العالم بأسرع بالتدخل السريع لإيقاف مثل هذه المهزلة التي يقوم بها الحوثي وميليشياته في تلك المناطق. حقيقة المسألة بلغت الحلقوم كما يقال، يعني بلغت الزبا. فالتصرفات الغير مسؤولة هذه التي يقوم بها مجموعة ميليشيات أتت لنا من الكهوف، لا تعرف حكم، لا تعرف مؤسسات دولة، لا تعرف نظام، لا تعرف قانون. يشتكي معلمون في تلك المناطق من عدم صرف المرتبات فقط، وإنما أيضا من الإهانة ومصادرة الحريات، الملاحقة والتشريد والتهجير، تجنيدهم قسريا، وصل بهم الحد إلى تجنيدهم قسريا والزج بهم في معارك ومحارق الموت. يعني وجد أن في أعضاء مكاتب التربية في كثير من المديريات ومعلمين أيضا، وجدوا أيضا من قتلى الحوثيين في تلك الجبال وفي تلك الشعاب والصحاري التي يقودون المعارك ضد الجيش الوطني فيها. فالحوثي نعم. أستاذ فهد، عندما دخل الأمريكان محتلين العراق قاموا بحل الجيش العراقي وكان عدده بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف، هل ميليشيات الحوثية تمارس سياسة الحل الغير معلن لموظفي الدولة سواء كانوا في التربية أو غيرها من القطاعات من خلال هذه السلوكيات 6 سنوات من غير مرتبات؟ ما فائدة مسمى موظف إذا لم يستلم راتب؟ هل هذا سياسة حل وإحلال بديلا عنهم؟ نعم أخي الكريم، هذه الممارسات التي يمارسها الحوثي وليس فقط من أجل الإحلال، إحلال بديل للجيش أو بديل لقتلاهم في تلك المعارك، وإنما أيضا تجهيل للأجيال القادمة. حينما تستهدف المعلم وحينما تستهدف الموظف معناه تجهيل للنشأة القادم، حتى لا توجد هناك أي مؤسسات تعليمية ولا أي مؤسسات وطنية ترعى المواطن في تلك المناطق. فهي تسعى أصلا لأن في أجندتها إيجاد شعب جاهل يتبع العبودية ويخنع للسيد ويذهب من أجل الموت أو للموت من أجل السيد، هذه غايته. فالتعليم والموظف الطبيعي والإنسان المواطن البسيط يعني سيذهب حينما لا يجد من يوجهه حينما لا يجد من يربيه، فلذلك سيذهب إلى تلك المحارب إلى الموت. لذلك تأتي هنا مسألة التجنيد والعسكرة وغير ذلك. فهي أصلا ميليشيات موت، فهي أصلا ميليشيات يعني ظهرت تقتات على, 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 على أرواح الناس. طيب أليس هناك يعني إذا كان علي بن أبي طالب يقول عجبت لمن بات جائعا كيف لا يخرج شاهرا سيفا، وهؤلاء بمئات الآلاف من هؤلاء الموظفين أصبحوا في حكم الجياع مع انقطاع مرتباتهم في مناطق سيطرة الحوثي، لماذا هذا العجز الكبير؟ يعني أليس صحيح أن هناك مضايقة وهناك تهديد، لكن أليس العمل الجماعي أو حتى يعني التحرك الخفي والنقد أيضا والتثوير الغير مباشر أليس ممكنا سواء لقادة النقابات أو للموظفين بشكل عام؟ بالعكس، هذا من الممكن، وأن مثل يقال يعني حتى البسة أو القط البسيط حينما تحاصره في زاوية معينة في الغرفة فإنه يدافع عن نفسه. فالناس هناك لا شك أنهم سينتفضون. صحيح أن الشعب اليمني يتحمل يصبر، لكنهم في لحظة من اللحظات سيثور عليهم ثورة عارمة، وأنا أتوقعها لن تطول. المسألة فقط هي عبارة عن ربما أشهر، ربما يعني حتى تصل المسألة إلى ترتيب أوضاعهم الداخلية فقط. أما أنا أتوقع شخصيا أن الناس سيثوروا سواء كان معلمين أو موظفين أو أي موظفين من في الدولة هناك في تلك المناطق. فأنا أتوقع أن
مكتوب عليهم، لكن يحتاج مننا ايضا في حكومه الشرعيه وفي مؤسسات الدوله الشرعيه الى توجيه الناس، الى توعيه الناس، الى الخطاب السليم. يحتاج مننا ايضا في مناطقنا المحرره الى ايجاد النماذج الناجحه حتى يروا هؤلاء الناس الواقعين تحت سيطره الحوثي ان المناطق التي تحت سيطره الشرعيه تزهو بالتطور، تزهو بالنمو، تزهو بالاستقرار. فهذه النماذج هي التي ستحرك الناس هناك. لكن ان تكون هنا ايضا لدينا مشكلات في مناطقنا تحت سيطرة الشرعية، هذا للأسف الشديد سيجعل الناس يتخاذلون في مثل هذه الثورات ومثل هذا التحرك المطلوب في مثل هذه المرحلة. نعم. الأستاذ فؤاد باربود، مسؤول شؤون المعلمين في نقابة المعلمين لبني، شاركتنا هذا الحوار، أشكرك جزيل الشكر أستاذ فؤاد، شكرا جزيلا لك. كما ينضم إلينا أيضا رئيس تحرير صحيفة مارب بريست الأستاذ الصحفي محمد الصالحي. لكن قبل أن نبدأ مع الأستاذ محمد، يعني هل أمنت الميليشيات الحوثية في الفترة الأخيرة حتى بدأت تكشف الكثير من قناعها وتكشف للشعب اليمني عن وجهها الحقيقي بمثل هذه الممارسات، ليس عجزا وهي تصرف الأموال الطائلة في احتفالياتها الطائفية أو في شراء ولاءات شيوخ القبائل أو يعني دعم مشرفيها لممارسة التجنيد الإجباري ضد أبناء الشعب الذين أصبحوا في حالة ثراء واسع، وصلوا إلى أموال كثيرة طائلة تجسدت من خلال سياراتهم وعماراتهم وغيرها، ليس عجزا. وإنما أسأل ضيفي الأستاذ محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مارب بريست بعد أن أرحب به عن التوقيت لإعلان الميليشيات الحوثية إنهاء أكذوبة النصف الراتب التي خدعت بها وأملت بها الموظفين اليمنيين للفترات والسنوات الماضية، ما دلالة هذا التوقيت؟ هل أصبحت الميليشيات الحوثية في حالة تظن أنها في حالة مأمن حتى تكشف عن المزيد من وجهها القبيح؟ من الأول من الانقلاب في سبتمبر 2014 وهي تنصلت عن جميع التزاماتها كسلطة أمر واقع في بعض المحافظات التي تقبع تحت سيطرتها، استنفذ جميع الموارد ونهب جميع الإيرادات، نهبت البنك المركزي الاحتياط في البنك المركزي ونهبت البنوك التجارية بجميع أقسامها وودائعها في البنك المركزي. هذه الجماعة عملت منذ اليوم الأول تسويق الوهم. طبعا في البداية تم منع الراتب أو تم اقتطاع كامل الراتب لصالح الجماعة التي لديها من الإيرادات ولديها من الإمكانيات ما تستطيع أن تقوم بصرف راتب كامل لجميع الموظفين في هذه المحافظات، لكن عمدت في اليوم الأول إلى منع الراتب وإلى قطع الراتب على الموظفين، ثم أتت كمنه أو كما يسمى بإكرامية من هذه الجماعة. وبعد معاناة طويلة تحدثت عن نصف راتب، ما عقبه أن نصف الراتب الذي البعض للأسف كان يتوقع أن يعود إليه هذا نصف الراتب ليقاسم به مشقة الحياة في صنعاء وفي عمران وفي المحافظات المحتلة، لكن لم تلبس سوى أشهر بسيطة حتى توقف هذا النصف الراتب الذي تبخر إلى جيوب هذه الجماعة ومشرفينا ومتنفذينا وقادتها. المشاط عندما ظهر يوم أمس الأول في خطاب هزلي، في خطاب يخاطب الشعب اليمني بغباء وبسذاجة، وكأنه يخاطب طلاب في الصف الأول، يخاطب عن عجز الحكومة في تسديد حكومة الميليشيات الحوثية الغير متربية في تسديد راتب نصف الراتب بذريعة وبذرائع مرض جائحة كورونا وميناء الحديدة وغيرها. بالمقابل من يعيش في صنعاء في المحافظة المحتلة يشاهد القصور والعمائر الكبيرة التي بناها مشرفي وقادة الحوثي الذين يعيشوا في عالم آخر في برزخ آخر، فيما هناك لم يعد في اليمن إلا قسمين في المجتمع،
قسم أو الطبقة وهي طبقة الحوثيين بقادتها وبمشرفينها الذين يعيشوا في عالم آخر، والطبقة المسحوقة الذي اقتاتوا من الفتات ومن مخلفات الأكل ومن الشوارع وارتفعت مؤشرات الفقر في هذه المحافظات إلى أعلى مستويات بسبب ما تمارس جماعة الحوثي التي رفضت أي مبادرات لتسوية مرتبات الموظفين من خلال المبادرات التي قدمها الأمم المتحدة التي تحدثت عن رواتب تسلم من الحكومة الشرعية لجميع الموظفين بشرط أن يتم توريد الإيرادات ميناء الحديدة وبعض المواني إلى حساب البنك المركزي في عدن. نعم، هذه الحجج فعلا يعني واهية كما أشرت وخادعة، وكما خدعت الموظفين لفترات طويلة، والشعب اليمني يعرف أنها جماعة قائمة على الكذب، شعاراتها وسلوكياتها وغير ذلك، إلا أن الفضيحة هذه سيكون لها انعكاس بلا شك في أوساط الموظفين. كيف، سؤال أخير وسريع أستاذ محمد صالحي، كيف يجب أن يتلقى الموظفي الدولة مثل هذه الوقاحة التي أعلنت الميليشيات الحوثية والتخلي يعني الواضح الذي قدمته لموظفي الدولة بعد أن سرقت ونهبت أموالهم؟ ما الذي يجب عليهم أن يعملوه؟ ربما هناك إجراءات أمنية معقدة، لكن لا ينبغي أن يبقوا هكذا. يا أخي، ليس قطع الراتب أكبر من تجريف الهوية اليمنية ومن تدمير النسيج الاجتماعي اليمني ومن طمس الهوية اليمنية ومن إعادة الإمامة بحلة جديدة وبشكل جديد قبيح إعادتها إلى اليمن. ما حدث من قطع الراتب أو من استيلاء على البنك المركزي وغيره هي تبعات لهذا المشروع الإمامي الكهنوتي الذي الحوثي أعاده إلى اليمن. اليمنيون قاطبة سواء في المحافظة الشمالية أو الجنوبية أو جميع المحافظة المحتلة أو غيرها يدركوا خطورة هذا المشروع الحوثي، لكن بسبب النظام القمعي الدكتاتوري الذي تمارسه جماعة الحوثي والبطش والترهيب الذي تمارسه على أي معارضة أو أي خارج عن النص الذي ترسمه جماعة الحوثي جعل من الكثير أن يستسلم للأمر الواقع، لكن مع ذلك الجميع يتطلع إلى الحكومة الشرعية والاتحاد العربي في إنجاز ما تم وعد المجتمع الشعب اليمني من تحقيقه، وفي الحلم الذي يطمح إليه جميع أبناء اليمن هو في إزالة هذا المشروع الإيراني المشروع الطائفي، وليس لدى اليمنيين خيار آخر إما العودة إلى عصر الإمامة والرجعية والتخلف أو استعادة جمهوريتهم. الأستاذ محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب بريس كنت معنا، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد. شكرا لكل الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة هذه الليلة من برنامج مستقبل وطن، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقتنا القادمة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.